بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في كلية الهندسة الكهربائية لجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوديا. كلية الهندسة الكهربائية أسست سنة 1998 بالقرار الرئاسي رقم 385-98 الصادر ب 2 ديسمبر 1998، وهي تضم حاليا ثلاث أقسام: قسم إلكترونيك، قسم الكهروتقني، وقسم الآلية. يدرس بها ست شعب أي فيليار موزعة على الأقسام، ثلاثة منها في قسم الإلكترونيك وهي شعبة إلكترونيك، شعبة اتصالات سلكية ولاسلكية، شعبة هندسة بيوطبية، وشعبة واحدة بقسم الكهروتقني وهي شعبة إلكتروتكنيك، وشعبتان في قسم الآلية وهما شعبة الآلية وشعبة الإلكتروميكانيك. ويدرس بها أيضا 11 تخصص ماستر، أربعة في قسم الإلكترونيك وهما ماستر إلكتروتقني الأنظمة المدمجة ESE، وماستر الأداتية إنسترومنتاسيون، كذلك ماستر شبكات اتصالات سلكية ولاسلكية ريزو تيليكومونيكاسيون، وكذلك ماستر أداتية بيوطبية أي إنسترومنتاسيون بيوميديكال. وكذلك بقسم الكهروتقني يوجد أربع ماسترات وهما ماستر شبكات كهربائية، ماستر آلات كهربائية، ماستر تحكم كهربائي، وماستر كهرو تقني صناعي، بالإضافة إلى ماستر الطاقات المتجددة وهو عبارة عن ماستر مدمج بليسانس. وبقسم الآلية يوجد ماستر آلية وإعلام صناعي، وكذلك ماستر إلكترو ميكانيك. وبالكلية 11 مخبر بحث زائد واحد قيد التأسيس، وبكل مخبر لدينا أربع فرق بحث، كل فرقة بحث تحتوي ما لا يقل عن ثلاث أساتذة باحثين، بالإضافة إلى طلبة الدكتوراه. يوجد بالكلية مكتبة تحتوي على أكثر من 2100 عنوان زائد مذكرات دكتوراه وماستر وماجستير. يدرس بالكلية في المتوسط 3000 طالب متوسط، ويؤطرهم أكثر من 170 أستاذ باحث. وأخيرا نرحب بطلبتنا الأعزاء الناجحين بشهادات البكالوريا، ونتمنى لهم التوفيق في الدراسة بكليتنا، ونتمنى لكم رحلة علمية موفقة إن شاء الله.